أهلا من جديد مشاهدينا، يستمر هذا المد مباشر والحي برفقتكم. نفتح نافذة على دار الوثائق السودانية. هذه الدار من أعرق دور حفظ التراث وأرشفته، دار بيرجع تاريخها إلى 1916، أكثر من 100 عام في حفظ التراث، في حفظ المقتنيات والمخطوطات السودانية. هي ذاكرة السودان الحية. الحديث عنها لا تختصر المساحات الضيقة، ولكن الحديث عن أوضاع العاملين وكيفية إنه الاهتمام بهذه الدار وأرشفت كل المخطوطات والمراسلات والمكاتبات الموجودة يحتاج لمزيد من النوافذ. سعداء أن نرحب بالدكتور عفاف محمد الحسن، الأمين العام لدار الوثائق السودانية. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بشروق وصباح الشروق وأستاذ حمزة، مرحبا بكم. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. المعلومات التاريخية اللي عند الناس إنه الدار دي أنشأها البريطانيين، كان نتائج للمكاتبات القضائية والسجل القضائي يعني، ولكن في لعقد من الزمن وأكثر هي ذاكرة السودان الحية وجدان السودان الباقي اللي بتحفظ كثير من الوثائق والمخطوطات. تكلم عن هذا التمدد الكبير للدار لحفظ كل هذه المقتنيات الكبيرة اللي بتحتاج لوقفة حقيقية مننا كلنا يعني. شكرا لكم وشكرا لمشاركتنا الهم. حقيقة أنا سعيدة جدا بوجودي اليوم معكم في قناة الشروق. الله يجزاك خير. فكرة إنشاء دار الوثائق القومية، من فكرة إلى دار الوثائق. الفكرة بدأت في 1916 كما نعلم تماما من سكرتير الإداري في ذلك الزمان، لأنه رأى أن الأوراق المالية والإدارية وإلى آخره مبعثرة في مكان إلى آخر، فكحال المستعمرات البريطانية أو عمل المستعمرات وتنظيم العمل، فناشد بضرورة أن يكون هناك محفوظات السودان أو مكتب لمحفوظات السودان. وبالفعل بدأت الفكرة وكون أول لجنة في 1921، واللجنة بدأت باشرة أعمالها في فبراير 22، ولكن بالفعل أسس مكتب محفوظات السودان في 1949 تحت اسم مكتب محفوظات السودان بأمر من السكرتير الإداري. فبالفعل بدأ هذا المكتب وتولى إدارة هذا المكتب بيتر هولت، وهو يعتبر من المؤرخين والكاتبين عن السودان وله مؤلفات عظيمة جدا عن السودان. وبالفعل بدأ هذا العمل، بدأ مكتب محفوظات السودان في 1953 تحت المسمى، وبعد كده كان يساعده في العمل البروفيسور والمؤرخ الكبير أستاذ محمد إبراهيم أبو سليم، وهو الذي تولى مهام إدارة مكتب محفوظات السودان بعد السودنة. تعتبر دار الوثائق القومية من أولى المؤسسات التي تم سودنتها في 1955، تم السودنة وقام بالمهام البروفيسور الكبير المؤرخ محمد إبراهيم أبو سليم. وبعد كده الدار رأت أو شخصيتها الاعتبارية ظهرت في 1965 بقانون دار الوثائق القومية، وتحولت من مكتب أو من دار الوثائق المركزية إلى دار الوثائق القومية، واسم الأمين أصبح الأمين العام لدار الوثائق القومية. طيب دكتور عفاف، ده تمدد وتمرحل ويعني إيجاز محكم منك يعني لطريقة التمدد من الإنشاء وحتى الآن، بيتبادر في أذهان المشاهدين وعلى حسب الأرقام اللي بترد في وسائل الإعلام إنه نسبة كبيرة تحت الوثائق والمخطوطات الموجودة داخل الدار، وطبعا ده نتائج للنحل اللي كان موجود معاه يعني. دكتور عفاف، والله المكان مليء بالنحل يعني حقيقة يعني. دكتور عفاف، خاف من اللدغ برضه. النسبة الموجودة كم من الوثائق والمخطوطات الآن المحصورة من قبلكم؟ ما لا تقل عن 30 مليون وثيقة. 30 مليون؟ نعم، متعددة الأشكال والأنواع وتغطي حقب تاريخية. خلينا نتكلم عن الحقب التاريخية، النحل اللي يبدو أنه حيكون موجود معنا اليوم. بتغطي حقب تاريخية عظيمة عن السودان، وتحكي عن تاريخ السودان وذاكرة السودان وتراث السودان وما قام به أجدادنا، ويجب أن نحن نملك هذا التراث إلى الأجيال القادمة. ودي الديمومة اللي إحنا عايزينها في دار الوثائق القومية. يعني إحنا إذا تكلمنا عن حقب، الحقب ما قبل 1956 اللي ما قبل الاستقلال. أيوة. الحقب دي فيها الحقب الممالك والسلطنات من 1504 لحد 1916، دي الممالك الإسلامية. بعد كده جاءت الحقبة بتاعت الحكم التركي من 1821 لحد 1881 مع الثورة المهدية، ثم بعد ذلك الثورة المهدية من 1881 لحد 1898،
وبعد كده جاء الحكم التركي الحكم الانجليزي المصري الثنائي والى ان الفتره الوطنيه 1956. دي حقب، الحقب دي بتغطي يعني ملايين من الوثائق التي تناولت الجوانب السياسيه والجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والى اخره من الملفات السريه للحكومات. نعم يعني نعم نعم، والوثائق السياسيه والبرلمان والانتخابات والمديريات والى اخره، بالاضافه الى انه دي الحقب التاريخيه. الحقب دي هي بتكون في اشكال متعدده من اوعيه المعلومات، يعني بتجد الوثائق الرسمية، بتجد التقارير المصلحية، بتجد كذلك المخطوطات، ودي أهم مجموعة في دار الوثائق. مخطوطات نادرة جدا ما موجودة إلا في السودان. نعم نعم نعم، دي من أهم المجموعات الموجودة في دار الوثائق القومية المخطوطات، وهي بتحتاج إلى الحفظ الدائم وتحتاج إلى بيئة حفظ جيدة وتحتاج إلى عملية صيانة والترميم، لأنه بعامل الزمن الأوراق بتاعت المخطوطات والأوراق بتاعت الوثائق هي بتتعرض إلى الاتراء، فنحن نحتاج إلى عملية صيانة وعملية ترميم وعملية، والآن نتكلم عملية التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية. فدي النقطة المفروض نجيب فيها، يعني نعم. العدد الكبير ده كله محتاج لجهد مضاعف، ما من قبلكم بس، جهد قومي، لأنه هي دار الوثائق القومية. نعم. بمسمى السودان الوطني الكبير، فجهودكم في موضوع الرقم الإلكتروني ده موضوع صعب جدا، بيحتاج لتكاليف عالية، بيحتاج لجهد مضاعف، وبيحتاج لأيدي عاملة كثيرة. يعني طبعا بالتأكيد، وده بيخلينا نتكلم عن جوانب التدريب وإلى آخره. ففعلا عملية التحول الرقمي ما عملية هينة ولا بس، بل عملية سهلة. يعني هي كما ذكرت بتحتاج إلى تضافر جهود، بتحتاج إلى دعم قومي. دي دار الوثائق القومية، دي بتغطي كل حقب السودان، الحقب التاريخية دي حقة السودانيين كلهم يا جماعة. صحيح. كل السودانيون دار الوثائق حقتهم هم. فنحن فعلا في عملية التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية الدار عندها يعني تجارب كثيرة جدا، يعني في تجارب يعني ممكن نقول عنها إنها هي ما ناضجة، لكن ممكن تكون فتحت لنا الطريق إن إحنا نقدر نعمل شنو، لأنه أجمل حاجة إنك تتعلم من الفشل أو من المشكلات التي تواجهك. ففي تجارب مرت في دار الوثائق القومية في إدخال نظام لإدارة الوثائق، لكن ما نجحت لأنه كان في مشكلة في النظام ذاته. الآن نحن بدعم مقدر ودعم سخي جدا من جهاز تنظيم الاتصالات والبريد تم تمويلنا لشراء نظام. هذا النظام بأنه يتم تصميم النظام وفقا لاحتياجاتنا. هي دار الوثائق القومية ما زيها وزي مكتبة ولا زيها وزي أي مؤسسة بتاعت معلومات أنت بتختار نظام وتجي تطبقه، لا لا، أنت بتحاكي طريقة عمل المستودع، مستودع دار الوثائق القومية، المستودع الذي يتكون من ما لا يقل عن 36 غرفة لحفظ الوثائق في دواليب مختلفة، تمام؟ فأنت محتاج أنك تتعامل في نظام يتعامل بنفس الطريقة بتاعة المستودع الموجود اللي هي المجموعة القسم الرئيسي والقسم الفرعي والمجموعة الرئيسية وإلى آخره، بطريقة أنه بالتالي إحنا كنا بنبحث عن نظام يتم تطويره لكي يتلائم مع شنو؟ مع طريقة العمل في دار الوثائق القومية، وده طبعا بيتطلب مننا عملية التدريب، وقمنا بذلك من دربنا على النظام وما زلنا الماشين او بنمد الطريق يعني إن للعمل ان شاء الله. طيب دكتور عفاف في دقيقه، يعني انا مناصر دائما لقضايا العمال. نعم. او الموظفين، لانه نعم. بيعمل في ظروف صعبه وفي وضع خانق يعني، والتدريب نحن دائما بنفقد كوادر سودانيه، بالسافر بيتم تدريبه جيدا. نعم. بدل نستفيد منها داخليا بالسافر. نعم. فبخصوص العاملين اوضاعهم كيف، توفيق اوضاعهم في الدار حتى انه يعملوا ويجتهدوا بالمزيد انه يرشفوا ويؤدوا دورهم على اكمل وجه. يعني والله انا هنا بقول بكل شجاعه انه انا محتاجه للدوله وللجهات المسؤوله ان تقف مع العاملين في دار الوثائق القوميه. اوضاع العاملين بصراحه لا يسر عدو ولا حبيب. نحن محتاجين إنه دعم قوي جدا، ومحتاجين إنه ينفذوا مطالب العاملين بدار الوثائق القومية، لأنه أنا كده بفقد كوادر مدربة حقيقة خسارة. أنا بدرب الدورات التدريبية والبناء المؤسسي للعاملين في دار الوثائق القومية ماشي على قدم وساق، لكن للأسف الشديد أنا بدرب وبفقد الشخص الذي تم تدريبه، بجهز شخص يقوم بعمل على أكفى كفاية عالية جدا للعمل في مؤسسات أخرى مشابهة. لماذا؟ فأنا محتاج إنه شروط الخدمة ووضع العاملين يتم يعني مراعاة ذلك وفقا لطبيعة العمل.
في دار الوثائق القومية. طبيعة العمل في دار الوثائق القومية بتختلف عن المؤسسات الثانية، وبالتالي أنا أتمنى إنه شروط الخدمة تتحسن وتتلائم مع ما يقومون به الزملاء بدار الوثائق القومية. أنا مقدر جدا، أنا قبيت ذكرت إنه الحديث عن دار الوثائق الممتد الكبير بيحتاج مننا لمساحات، وإن شاء الله بإذن الله عشان ده تراث الأمة ووجدان الحي، وإنتوا بتقوموا دور عظيم، حيكون عندنا تواصل مستمر إن شاء الله في صباح الشروق حتى نبين الكثير. أنا مقدر جدا دكتور عفاف محمد الحسن الأمين العام لدار الوثائق السوداني على حضورك صباحا في صباح الشروق، وكل المعلومات والرشدات اللي قدمتها كثر خيرك. شكرا لكم، وأتوقع زيارتكم لدار الوثائق القومية. شكرا شكرا أستاذ حمدان، الله يبارك فيك.